السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. النهاردة مع بعض بنكون في حل نموذج من نماذج الامتحانات اللي اتعرض ليها زمايلنا الطلاب في محافظة دمياط من الأسبوع الماضي، وبحل معاك النموذج ده إن شاء الله كصورة نهائية for your final revision عشان تكون متأكد تماما إن المراجعات اللي تمت معاك والإكسرسايز اللي حليناها هي جزء إن شاء الله لا يتجزأ من الامتحان، وبإذن الله يكون محافظة الجيزة هيكون أحسن وأحسن من كل النماذج إن شاء الله. بنشوف مع بعض question number one. Finish the following dialogue. Finish the following dialogue ده السؤال الأول، وقلنا بيتكرر كتير جدا في سؤال في محطة القطار أو سؤال في محل من المحلات. دايما بيكون حوار ما بين حد بيقدم لك خدمة وانت عايز الخدمة دي. الاسيستنت دايما هيقول كان اي هيلب يو، سواء كان في محطه القطار، في فندق بيحجزه، في محل بيبيع لك حاجه، يبقى الاسيستنت كان اي هيلب يو، ممكن اساعدك. بترد عليه تقول له اوف كورس، بالتاكيد، وبتقول له انت عايز ايه. يبقى هنا هتقول له اوف كورس اي وونت اي ايه، ممكن ترد عليه تقول له اي وونت ايه. الحوار كان بيتكلم على كاميرا، يبقى احنا هنا عايزين ايه؟ عايزين كاميرا. ممكن بسرعة كده على طول هتقول له I want to buy a camera، انا عايز اشتري ايه؟ كاميرا. فقال لك ايه؟ We have good ones، عندنا كاميرات كتير. This one is very awesome. Awesome يعني very beautiful، جميلة جدا، رائعة جدا. على طول وصلت للسؤال اللي إجابته فيها فلوس. دايما كنا بنقول أي إجابة رقم جنيهات على طول كده يبقى أنت بتسأل على إيه؟ برافو، بسأل على التمن، سواء في محطة القطر، في التذكرة، في الفندق، في محل الملابس، النهاردة في محل الكاميرات، يبقى أنت هتسأل على الإيه؟ على الثمن. تسأل على الثمن تقول إيه؟ يلا مين فاكر؟ برافو، يبقى هقول هاو much is it. How much is it دي بكام؟ في حد حافظ إجابة تانية؟ مفيش مشكلة، ممكن أقول how much does it cost، كم تتكلف هذه؟ بتكلفنا كام؟ قال له ب 2500 pounds، جنيه، أو أحيانا بيجيب لك ال LE. Oh it is very expensive، رائع جدا. وهنا سأل سؤال قال له that one isn't expensive، دي بقى مش غالية. It costs 1,350، دي ب 1,350. يبقى هو هنا قال له ايه؟ جاب له واحدة أقل، يبقى كان بيطلب منه ايه؟ حاجة أرخص. هيقول له ايه بقى؟ could you show me a cheaper one، ممكن توريني واحدة أرخص، أو can I take a cheaper one، عندكم حاجة أرخص من كده؟ فهيرد عليه يقول له أوكي عندنا واحدة إيه مش غالية. It costs 100، دي 1350 جنيه. فترد عليه تقول له إيه؟ أوكي I will take it، I will take it، أنا هاخد دي. أوكي I will take this one، هاخد ديت، أو I will take it، أوكي هاخد هذه الكاميرا. يبقى أنت كده اتفقت مع البياع إنك هتاخد كل الإيه الكاميرات دي اللي أنت عايزها أرخص. نركز جدا الحوار، شفناه أكتر من مرة، ولكن المكان اللي بيتغير بتفضل هي نفس الأسئلة. لو جالك في قطار بيزيد بس عليها which platform أو ميعاد القطار، لكن نفس الأسئلة. أوكي هنشوف مع بعض السؤال الثاني. السؤال هنا بيقول لي situations، المواقف. You would like to ask a teacher when he or she started working at school. عايز تسأل أستاذك أو مدرستك
انت بدأت امتى شغل في المدرسة دي؟ سهل جدا السؤال، وبنقول على طول اهو when did you start. Okay, when did you start to work in this school؟ امتى بدأت الشغل في المدرسة دي؟ ممكن تقول له could you tell me، ممكن تقول لي حضرتك امتى بدأت الشغل في المدرسة دي؟ طيب نشوف السؤال الثاني، بيقول you need to borrow your friend's laptop. ركز على كلمة borrow، يعني ايه borrow؟ يستلف. انت عايز تستلف اللابتوب من اخوك، من اختك، من زميلك. طيب borrow a camera، borrow some money، borrow a book، يستلف كتاب، يستلف كاميرا، يبقى على طول هتقول له could you give me، could you give a، could you give me your laptop، او ممكن تقول له can I، can I a، can I borrow your laptop، اللي انت محتاج، اللي جاي قدامك في السؤال او في الموقف. Number three، your classmate is trying to persuade you. هنا كلمة persuade معناها يقنع. صاحبك في الفصل او صاحبتك في الفصل بتقنعك او بتقنعك to go to the club، تروح معاها النادي، but you refuse. يعني ايه refuse؟ انت بترفض العرض ده، مش موافق على الفكرة دي. قلنا على طول لما تيجي كلمة refuse هترفض بأدب، هتقول sorry. مين يكمل؟ I am busy. برافو، آسف أنا مشغول. ممكن تقول I'm sorry I have exams، عندي امتحانات. I can't go to the club، I am busy. أي اعتذار أنت بتقوله لزميلك أو زميلك. كده ده السؤال الثاني. هنشوف مع بعض السؤال number three. Number three، reading comprehension، بتقرأ القطعة دي بالتفصيل وترجمها، ولو جالك سؤال كلمة صعبة في القطعة متوقفش عليها. ودايما قلنا لو انت معاك وقت وجاهز اقرأ أسئلة القطعة الأول. لما تقرأ أسئلة القطعة هتعرف تجيب المعلومات بسرعة وانت بتقرأ. اوكي، يعني how many kinds of addiction mentioned، كلمة addiction يعني إدمان، و how many يبقى كم عدد، kinds يبقى أنواع، يبقى كم أنواع الإدمان اللي موجودة فين في القطعة. يبقى أنت لما تيجي تقرأ هتركز إن في سؤال عن العدد. What is addiction؟ addiction اللي هو الإدمان، يعني إيه إدمان؟ What is the first step of breaking addiction؟ أول خطوة إن أنت فيها تبطل إدمان. تعال نقرأ كده مع بعض ونشوف، والقطع دي موجودة في كتاب المدرسة بالظبط. Addiction is a disease، disease يعني مرض، that affects your brain and your behavior، بتأثر على مخك وعلى البيهيفير بتاعك، السلوك. Scientists say that there are two ways that people can become addicted to something، إن في طريقتين بيأثروا على الإنسان ويخلوه مدمن. A physical addiction، يبقى كده خلاص احنا شفنا أول نوع من الإدمان اللي هو ال physical addiction، is when your body thinks that it، خلي بالك it تحتها خط، يبقى هيسألك عايد على إيه. When your body thinks that it needs something، يبقى it دي عايدة على مين؟ على البطن. For example, you may think that you must have a cigarette to wake up. Yes, yastayqiz in the morning. There is also physiological addiction. يبقى عندنا الإدمان الفيزيكال والفيسيولوجيكال اللي هو النفسي. This is when you think that you need something to feel okay. بتربط نفسك نفسيا إن في حاجة بتريحك، طعام معين، شرب معين، استخدام الفيسبوك او استخدام الانترنت، يبقى كل ده الارتباط النفسي انت اللي عمله. For example, some people are addicted to social networking sites، مدمن لمواقع الانترنت.
The first step in breaking addiction, أول خطوة علشان تبطل إدمان is realizing that you control your own behavior. أنت تدرك أنك لازم تتحكم في مشاعرك وسلوكك. Talking with your parents, اتكلم مع بابا وماما and your doctor والدكتور بتاعك about your problems can be helpful. Helpful يعني متعاون ومفيد جدا ليك لو أنت اتكلمت مع حد. Finally, وفي النهاية, you should have a strong will. Strong will يعني إرادة قوية to get over your addiction. Okay, يلا بسرعة. How many kinds of addiction? عندنا كم نوع؟ برافو, they are two. عندنا اثنين من أنواع الإدمان, الphysical والphysiological. طيب, what is addiction? يعني إيه كلمة addiction؟ أهو جايبها لي بيقول لي addiction is a disease that affects your brain and your behavior. What is the first step of breaking addiction? أول خطوة, أهو the first step in breaking addiction is realizing that you control your own behavior. قلنا هنا كلمة it, the underlined it refers to your body. Addiction to social networking sites, إدمان مواقع الإنترنت is kind of a physiological addiction. واضح كده القطعة, سهلة جدا وبسيطة جدا من كتاب الوزارة. حقيقي الناس اللي حطت الامتحان ناس محترمة جدا. هنشوف number four في القصة. بيقول لي match A with B. حفظنا مع بعض القصة وعارفين كويس قوي Lady Smith. مين Lady Smith, البنت ولا مامتها؟ ايوه برافو, Lady Smith اللي هي الزوجة اللي هي الأم. كانت بتحب ايه؟ كانت بتحب liked the latest fashion. اوكي, بتحب احدث موضة. انت في الامتحان ما توصلش اكتب 1 بحرف الاي 2 بحرف البي كده, بوصل بس عشان اسرع. فليتشر, فاكرين مين فليتشر؟ برافو, فليتشر كان مساعد مين؟ مستر بير. وفليتشر كان ايه تاني؟ فليتشر اللي كان بيسرق الطعام من الحصان يوديه لزوجته بتاعت الارنب. وفليتشر يلا بقى نشوف ايه اللي جه من المعلومات هنا. يبقى فليتشر was accused of stealing horses food. اوكي, بلاك بيوتي, طبعا بلاك بيوتي البطل بتاعنا والقصه كلها علشان خاطره. عندنا اكتر من وصف لبلاك بيوتي, يلا دور كده ايه اللي ينفع مع دول في بلاك بيوتي. يبقى بلاك بيوتي was taken to a market for horses. خدناه لسوق علشان نبيعه مع الأحصنة. يورك, يورك ده كان مين؟ كان was إيرل سميث هيلبر, المساعد اللي شغال مع إيرل إيه سميث. وقلنا يورك ما كانش بيحب الريانس الموجودة في الأحصنة. يورك كان عطوف جدا على بلاك بيوتي وجينجر لما وقعوا وتعوروا, كان بيحاول يساعدهم ولكن في الآخر اتباعوا الحصانين. واضح كده السؤال؟ هنشوف مع بعض السؤال التاني. بيقولي do you think that Ginger was right to start to kick again؟ تفتكر ان جينجر لما رجعت تاني لعادتها القديمة وبترفز تاني كان معاها حق؟ ايوة طبعا, yes. Okay, she was right. Why? ليه كان معاها حق؟ Because the reins اللي جامي اللي هم كانوا حاطين هنا were not comfortable, كانوا بيعملوها وحش وبيضايقوها وحش, فبالتالي هي بتدافع عن نفسها. Why do you think that Skinner made Black Beauty work hard? Why do you think Skinner? Skinner كان شغال بلاك بيوتي مش بيوكله ومش بيشربه وعلى طول شغل شغل شغل. Why؟ معروفة كلهم كانوا عايزين ايه؟ to earn a lot of money, بيكسب فلوس. ودي كانت مشكلة كل التاكسي درايفر في لندن, ان هو مأجر الحصان ومأجر العربية, فدايما اي سؤال هيجي لك في النوعية دي غالبا هيكون to earn money. بنوصل للquestion number 5. choose, وان شاء الله بيجي لك اللي choose كله على الايه؟ على الكلمات. هنشوف مع بعض. you should snorkeling in her garden. snorkeling الغوص في الغردقة. على طول هنا رياضة مائية وفيها ing, يبقى ناخد معها ايه؟
برافو، اخد معاها كلمه تراي. تراي سنوركلينج، لازم تجرب السنوركلينج لو انت في الغردقه. نمبر 2، ذا showed us how to dive underwater. مين بيعلمنا نعوم ازاي تحت الميه؟ inventor ولا instructor ولا interviewer ولا hero؟ انا سامع ناس بتجاوب ايه، برافو. مين يقول تاني؟ the instructor. مين instructor؟ المدرب اللي بيدربك في حمام السباحه. طيب number 3، It is hot today. الجو حر جدا. It must be about 40. 40 ايه؟ اللي بيقيس درجة الحرارة. برافو. 40 degrees. Degrees يعني درجات الحرارة ودرجة علمية وبتيجي بمعنى شهادات. Number 4. مين جاهز؟ Who is ready؟ يلا بسرعة مين؟ My uncle is the of the factory. بتتكرر كتير في المحافظات الجمل دي. My uncle is of the factory. He gives instruction. بيدينا ايه؟ instruction دي معناها ايه؟ instruction معناها بيانات او تعليمات to the workers. مين عمال يدي اوامر للعمال؟ مين؟ الميكانيك؟ الكابتن؟ ولا امبلوي؟ امبلوي ده مين؟ اللي هو الموظف؟ لا، هناخد مين؟ the manager. manager يعني المدير. Number 5, people want more than they deserve. people want more، الناس اللي عايزة أكتر ما هي تستحق، دايما عايز زيادة. مين؟ hungry ولا happy ولا polite ولا greedy؟ على طول هيكون greedy اللي هو الشخص الطماع، دايما بياخد أكتر ما هو عايز. when you had a tent، ركز في الكلمة دي شوي، كلمة tent. when you had a tent، لما يكون عندك خيمة، you need ايه؟ محتاج ايه عشان تقوم عليه الخيمة؟ You need blade, tree, stick ولا you need ball؟ A pole اللي هو ايه؟ عمود الخيم. يبقى you need a pole to make your tent. واضح الأسئلة؟ هنركز ونشوف مع بعض في السؤال القادم. يلا بينا. سؤال rewrite the following using words. هتعيد الجملة دي مرة تانية باستخدام الكلمة ما بين الأقواس، واتفقنا أكتر من مرة إن بتدخل الكلمة دي في مقابل شيء جوه الجملة هيحصل. You must stop smoking. أنت لازم تبطل تدخين. The doctor said to علي. جايب لي كلمة إيه؟ advised. يعني إيه advised؟ يبقى نصحه. مين اللي نصح مين ومين بيتكلم مع مين؟ يبقى هنا بيقول لي you must stop smoking. هقول ايه؟ يلا بسرعه، برافو، دي جمله امريه. The doctor advised. The doctor advised مين؟ The doctor advised علي يدخن. قلت دايما لما يجي advised و ordered والكلام ده كله، قلنا في جمله الامر لازم اربط بتو او نوت تو. لو انا حطيت تو يبقى ذا دكتور ادفايزد علي تو تو ستوب سموكينج. تو ستوب سموكينج بينصح علي انه يبطل ايه؟ تدخين. اوكي، لازم يتوقف عن الايه؟ التدخين. لو انا عايز اقولها بنوت يبقى ادفايزد علي نوت تو سموك. Not smoke ألا يدخن. هي دي، هي دي، ممكن تكتب دي أو دي. Number 2, I bought an old car but I regret it. كلمة regret معناها إيه؟ يندم. يبقى هنا هو بيلوم نفسه على شيء تم في الماضي. قلنا للوم في الماضي when you blame yourself what do you do؟ لما بلوم نفسي بندم على أكلة أكلتها ولا بندم على شيء عملته، بجيب shouldn't و have والتصريف الثالث، كان لا يجب أن يحدث بس حصل. وممكن تقول should و have والتصريف الثالث، كان يجب أن يحدث ولكنه لم يحدث. واضح؟ أكيد فاكر. أنا بفكرك بسرعة بالقواعد كلها قبل ما أحل. يلا مين يقول دي؟ يبقى أنا عندي هقول إيه؟ I shouldn't
I shouldn't have. I shouldn't have bought an old car. يا ريتني ما اشتريت عربية قديمة. أحيانا ممكن السؤال ده يجي لك في السيتويشن، في المواقف، مش في الريرايت، فأنت ممكن برضو تعبر بنفس التعبير أو تستخدم كلمة regret. أنا بندم، وبعد regret هنجيب gerund اللي هو الفعل في الاي ان جي، يبقى I regret buying an old car. آخر سؤال وبيتكرر معانا جدا، أسماء has made a cake for okay family party. أسماء بتعمل إيه؟ كيكة لحفلة العيلة. جايب لي أبدأ بكلمة كيك، سهلة جدا، وممكن أحيانا يجيب لك بين، استخدم بين. خلاص لو جاب لك كيك هو ريحك على طول، بتبدأ بالمفعول. لو جاب لك بين يبقى أنت بتدور على الأوبجيكت، والجملة هتكون تشينج انتو باسيف، بتحولها للمبني للمجهول. وعندنا هاز وميد يبقى مجهول في زمن البريزنت بيرفكت. كده الجملة اتحلت. مين يلا يقول الإجابة؟ برافو. يبقى هنقول ايه؟ a cake has been made for the family party by أسماء. وممكن ما تقولش حاجة تاني والجملة كده صحيحة 100%. الباراجراف كان جايب لنا باراجراف write about a visit to the Red Sea. بتكتب سيادتك عن الايه زيارة للبحر الأحمر. وخدنا أكتر من باراجراف، ولا موضوع سهل جدا. بكده إن شاء الله بيكون إحنا وصلنا للفاينل ريفيجن، الكونكلوجن داي، اليوم الختامي لينا إن شاء الله. بكرة بإذن الله تكونوا موفقين في امتحاناتكم، وهيكون امتحان إن شاء الله لذيذ جدا زي الامتحان اللي قدامنا ده. I hope you bright future for all of my students، لكل الطلاب وطلابنا جميعا. وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين نشوفكم في أحسن الأماكن وفي أحسن المواقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.